السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل الشفيع المشفع الماحي سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام. هبتدي الفيديو ده بآية من آيات الذكر الحكيم، الآية رقم 172 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، صدق الله العظيم. ربنا اختص في هذه الآية المؤمنين أن يأكلوا الطيبات من الرزق، ومن هذه الطيبات ثمرة الموز التي يسهل تقشيرها ويسهل أكلها. من فوائدها نذكر على سبيل المثال، لما ثمرة الموز بتقطعها وتسيبها بتسمر، ومعنى كده أن هي من الأطعمة أو من الفواكه أو من الثمار اللي بتحتوي على الحديد، فبتعالج الأنيميا وفقر الدم. بتحتوي على البكتين فبيسهل عملية الهضم، لأن البكتين ده نوع من أنواع الألياف بيسهل عملية الهضم. كذلك بيعمل كمولين فبيسهل عملية الإخراج وبيعالج الإمساك. بيحتوي على فيتامين سي وهو مضاد قوي للأكسدة، وذلك في العمليات الحيوية والهدم والبناء داخل الجسم، هام جدا فيتامين سي. بيحتوي على التريبتوفان، التريبتوفان حمض أميني بيتحول إلى مادة السيروتونين التي تسمى هرمون السعادة أو هرمون المزاج. فحضرتك لو أكلت قبل النوم صبع موز بيخليك تدخل في النوم مستريح بدون أرق. كمان السيروتونين اللي بيتحول من التريبتوفان اللي في الموز بيعالج الاكتئاب وبيهدئ النفسية. تاني حاجة، بيقوي العظام بتقليل الكالسيوم الخارج في عملية التبول. كمان بيحارب السرطان في بدايته حينما يؤخذ ثمر الموز بطريقة مستوية وناضجة، يعني ما تاكلش الموز الأخضر، كل الموز المستوي الناضج. الموز صوبع منه يوميا بيمدك بالبوتاسيوم اللي لازم لجسمك، ومن هنا بنخلص ان البوتاسيوم بيعالج الضغط المرتفع، لان محتوى الموزة بوتاسيوم كتير جدا ومفيش اي ملح طعام اللي هو NaCl موجود فيه، فبيعالج الضغط المرتفع. الموز به فوائد عديدة عديدة لا تحصى. احنا وصلنا لغاية البوتاسيوم، موزتين في اليوم بيعطوك السكر اللازم لجسمك، يعني مش محتاج تاخد اي سكر من بره. وتذكر ان السكر من الثلاث سموم البيضاء، لا تقترب منه، سكر ملح دقيق. الموز وجبة جيدة جدا للي بيعملوا رجيم، ما فيهوش أي سعرات حرارية، مادة تعتبر مادة مالئة مغذية ومالئة وسعراتها الحرارية قليلة. دي بعض فوائد الموز. دمتم يا رب بصحة وعافية، وما احتجتوا أي طبيب ولا أي أدوية ولا أي صيدلية، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم.